بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كل عام وحضراتكم بألف خير وصحة يا رب وسعادة. النهاردة هنتعرف مع بعض طقم ينفع للعيد طبعا للأطفال. احنا دلوقتي بيبقى بنشوف الحاجة الخريفي اللي تقدر تنفع السيزون بتاع العيد السنة دي إن شاء الله. طبعا مش هينفع يبقى صيفي عريان خالص، فاحنا بندور على موديلات تبقى في نفس الوقت شكلها شيك وتبقى حلوة ولايقة على الأطفال بطريقة شكلها مميز يعني. فالنهاردة هنتعرف مع ايه مع بعض عن طريقة الطقم ده. ده عبارة عن انت تقدري لو انت عايز تعمليها تجيب من تحت تمام، بس هو ده عبارة عن بيزك من تحت قط. الخامة لازم تبقى خامة ليكرا، اوكي تمام. وده طبعا زي ما انتوا شايفين كده زي الكم المتصل اللي احنا بنعمله لينا عادي، وليه اسورة يفضل تبقى الخامة يا جماعة فيها ليكرا تمام. طيب خامة فيها ليكرا يعني ايه يا جماعة؟ يعني خامة بتمط كده المطة دي، بحيث ان انت تبقي وهي لابسة البنوتة يبقى جسمها الحاجة مجسمة وشكلها شيك عليها، ما يبقاش يعني، لان هي لو الحاجة ما فيهاش ليكرا يا جماعة هي مش هتعرف تتحرك. لو انت ضيقتي هتبقى كطفله، لان طبعا الاطفال يا جماعه بيبقى لازم يرتاحوا في القطعه اكتر مننا احنا. اوكي تمام. بالنسبه للجزء اللي تحت البيزك يا جماعه ده بيبقى الطول بتاعها طول البنوته نفسه 50 60 سنتي، بتقيسي من اول نقطه الالتقاء بتاعتها لحد مثلا فوق الركبه زي كده. وعايزه اقول لك ان هي فعلا حاجه الاطفال لما بتبقى قصيره بتبقى شكلها شيك، يعني ما تحاوليش ان انت تطولي فيه. اوكي تمام. والجزء اللي فوق ده والجزء اللي فوق يا جماعه بيبقى طول الموديل اللي انت عايزاه مرتين، طول الموديل اللي انت عايزاه مرتين عادي، او ان انت بتطبقي على الاتنين وبتعملها الكم متصل عادي. هوريكي يعني عشان ما تاخديش قماش كتير، هنشوف دلوقتي. طب ايه المعلومه اللي انا بقولها؟ ان انت دايما بتحطي كده وش البرسل على البرسل كده، بطبق على الاثنين خلاص، واروح مطبقه كمان على الاربعه زي ما بنطبق عادي احنا. ده ما تنسيش ان انت بتشتغلي الاطفال خلاص. فاجي انا اعمل ايه؟ انا عايزه مثلا القطعه بتاعتي مقفوله من الناحيتين، فانا هشتغل من الناحيه اللي هي فيها الناحيه المقفوله دي. نساوي القماش بتاعنا من هنا. اوكي تمام. انا طبقت عادي على الاربعه وهشتغل الخامه دي، احنا اتفقنا ان هي فيها ليكرا خلاص، فانا هشتغل من الناحيتين المقفولين عادي. فانت طبعا انا عايزه كم متصل هنا. الجزء ده طبعا بيبقى لك مثلا حوالي مثلا 32 35 سنتي تمام كده. طيب لما انا باخد الطول ده كله، طبعا انت بتاخدي عرض الكتف الرقبه وعرض الكتف بتاعها وبتكملي الكم بتاعها، والباقي بتبقى معاكي بيبقى بتعملي اسوره زي ما شفتي كده في الموديل، زي ما واضح معاكي كده في الصوره. بس بتاخدي الطول بتاعها. فبالطريقه دي انا مش هاخد غير طول الموديل مره واحده، يعني لو هو طوله مثلا 50 سنتي 40 سنتي، بناخد ال40 وال60. يعني انا بالطقم كله ممكن اعمله بمتر، يعني لو الدرس 60 سنتي طوله ودي هاخد الطول مره واحده خلاص كده الدرس بتاعي كامل. فانت بمتر قماش تقدري تعملي الطقم كله على بعضه خلاص. طيب وممكن طريقه تاني لو انا عايزه بقى البنوته، بس هي كله الاطفال هيصلح الطريقه اللي انا قلت لك عليها. طب انا عايزه اعمل الطريقه التانيه اللي قلت لك عليها، بتاخدي طول الموديل اللي فوق ده مرتين، بتطبقي كده على الاثنين وبعد كده بتاخدي كده على الاربعه، فبيبقى معاكي مساحه اكبر كتير، كمان هيتفضل كتير قوي في من ناحيه العرض هنا خلاص. ففي كلتا الحالتين انت صح، اتفقنا. طبعا مادام هي فيها ليكرا يا جماعه فبتبقى الاسوره حلوه ماسكه في البنوته كده، حتى لو عرضت بيبقى شكلها شيك مع الجزء الواسع من فوق. فانت ممكن تاخدي الطريقه الاولى ايا كان طول البنوته الطفله بتاعتك، طول الكم بتاعها او الاسوره بتاعتها قد ايه. انا كده جبت القماشه بتاعتي خلاص وطبقت، وهكذا هاجي اثبت القماش بتاعي. هاخد الطول اللي انا عايزاه من الجزئيه بتاعتي بتاعت البلوزه بتاعت البنوت، او الجزء اللي فوق من الجزء بتاعي. الجزء ده يا جماعه الطقم ده قصير من قدام وطويل من ورا، تقدري تحرجي عادي بعد ما بتخلصي. طبعا الشغل ده للمبتدئين عشان ما يبقاش الموضوع بالنسبه لهم صعب،
اهو بطريقة سهلة اهو، قصيت الاتنين قد بعض. هتقصي طبعا على اطول طول اللي هو الخلفي مثلا، هاجي كده هاخد عرض الكتف بتاعي خلاص ايا كان كام، باخد ضوان الرقبة بتاعتي منه خلاص، وحاولي توسعي ضوان الرقبة حوالي مثلا نص سنتي او سنتي، بتنزلي هنا سنتي واحد، بننزل سنتي واحد، وعلى اساسه باخد باقي الطول امتداد الطول كده. المسطرة بتاعتي اهي، فطول الكم بتاعك بيبدأ يا جماعة من النقطة دي، بتشوفي بقى طول الكم بتاعك من هنا لحد هنا قد ايه، وبتشوفي نقص بتكملي اسورة، حتى لو اداك الطول كامل انت قصي منه عشان يديكي الاسورة، اتفقنا؟ خلاص هاجي من هنا لهنا دوران الاسورة بتاعت البنوتة، بس مش من هنا، من الجزء اللي هو نهاية الايه الاسورة بتاعتك كده 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 يا جماعة. هي الاسورة بتاعتي مطاطة يعني، الخامة بتاعتي مطاطة، فمش هتفرق يعني كتير خلاص. فانا مثلا من هنا لهنا مثلا حسب المقاس بتاعي خدته 7، خدته 6، خدته 5، بحسب الجسم البنوتة بتاعتك، او برضو الاعمار بتفرق في الكلام ده خلاص. هندخل من النقطة اللي انا حددتها دي لحد بكرة يا جماعة، ان انا اقيم مثلا انا عايزة مثلا يقف لغاية الكوع بتاعها، يعني انا هدخل كده داخلة مثلا عايزة الدخلة دي لغاية الكوع، لا انا مش عايزة الجزء ده واسع قوي فهدخل اكتر خلاص، وعلى حسب طبعا ده حسب رغبتك. وباجي كده وطبعا بنزل بالوسع اللي انا عايزاه زي ما اتفقنا، وباخد من هنا كده كيرف الدوران بحيث انا اقص عليه، لان ده مش هينفع الجزء ده مش هينفع يبقى زاوية خلاص، بس بطريقة سهلة جدا بنكمل الجزء ده ايه اسورة بمتر قماش يا جماعة. تقدري تعمليه يعني، شوفي طول بنوتة بكتير قوي هيبقى متر وربع على حسب زي ما قلت لك طريقة القص بتاعتها. طبعا ده زي ما شفنا البنوتة الاعمار الصغيرة دول اطفال طبعا، بنسيب طبعا سنتي واحد خياطات، سنتي سنتي ونص خياطات واوفر تمام. انت شايفة هنا في الامامي بتاعك، هرفع كده واحدة اشيل هذه الخلفي، الامامي بتاعي عندي تعديلين فيه، عندي تعديلين فيه ان هو القدام الامامي اقصر، فانا هشوف اقصر انا عايزاه اقصر بقد ايه، واروح جاية كده وموصله بالجنب بحيث الاتنين في الجنب يبقى اطوالهم يا جماعة واحدة، الاطوال واحدة في الجناب اهو اهو خلاص. وهقص الحدة الامامية بتاعتي يا جماعة اهو، لما اجي احط ده مع ده اهو، طبعا الخامة طبعا بيبقى ناعمة وطرية، في يا جماعة اللي هو خامات كتيرة، في السمر ميلتون، في الليجن، في الحاجات، بس اهم حاجة تبقى الليجن بتاع الخامة وهي فيها مطة بس في نفس الوقت ناعمة مش واقفة مش تقيلة اهي، فده حسب الفرق اللي انت عايزاه خلاص كده يا جماعة. طيب بتخيطي طبعا الكتاب بتاعتها وبتشوفي الاسورة قد ايه وبتقصيها. طب احنا خيطنا هنا يا جماعة الكتفين بتوعنا، خيطنا الكتفين عادي اهو، خيط الكتفين بتفتحي كده عندك طريقتين، اما تقفلي دي وتعملي الاسورة برضو هي كمان مقفولة وتركبيها مقفول في مقفول، اما بطريقة سهلة جدا مع بعض كده هتعملي كده، هتعملي العرض الاسورة طبعا بس بيبقى في اتنين عشان هو بيبقى طبقتين، وحطي كده وش على وش وخيط واقلب عشان اقفل الجناب كلها في ايه باتجاه واحد، احط وش على وش كده التلات طبقات دول واخيطهم مع بعض اهي يا جماعه بالطريقه دي اهي، بحيث ان انت بقى هتيجي تعملي طبعا الاتنين زي بعض كده، بحيث لما اجي اقفل هتقفلي مره واحده فهتبقى الاسوره بتاعه البنوته، طبعا ده بيبقى اقل دي كده لما بتتخيط بتبقى الاسوره دي اصغر من الجزء اللي هو ده خلاص كده. اعتقد كده الموضوع سهل جدا وبسيط، انت ممكن لو عايزه تعملي اوفر كمبتدئه او تتنيها تمام، يا ريت يفضل ان انت تنضفيها بالبيه، واحط لك طريقه البيه في صندوق الوصف. حتى لو انت عايزه تعمليها كبلوزه بس قصيره من قدام وطويله من ورا فكرتها واصله اهي. وطبعا خلصتي انت مثلا الاساور بتاعتك، بتروحي جايه كده من الجناب حضرتك وايه مقفله الجنبين مع بعض ده وده، وكده خلاص خلصنا الجزء اللي فوق، اعتقد كده فكرتها وصلت اوكي تمام. نعمل بقى الجزء البيزك اللي تحت اللي هو القط، هاي كده يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين ان انا هطبق القماش عادي على الاربعة عشان اعمل امامي وخلفي مع بعض، واتفقنا القماشة لازم يبقى فيها ليكرة وتاخدي المقاسات مظبوطة من غير اي براحات،
حتى لو انت حابه تضايقي كمان بتضايقي لو الليكر عليها. خلاص بناخد عرض الكتف بتاع البنوته بتاعتنا، خلاص دورنا الرقبه بتاعتها، ننزل سنتي ونص، بناخد كده ادي الكتف بتاعي. بتاخدي طول الوسط يا جماعه لحد الوسط مثلا بتاعها، ادي مثلا الوسط بتاعها، بعد كده بتاخدي تقسمي المسافه دي، فبيطلع لك هنا الجزء ده، بنقسم المسافه دي بيطلع لك ايه خط الصدر بتاعك. اعملي عادي مفيش مشكله الجيرو بتاعك على خط الصدر، مفيش مشكله لو انت حاسه ان انت عايزه كمان تلبسي حاجه بسيطه بحيث السيزون بتاعنا. لإما هنا هديكي المقاسات بتاعت الأطفال، لو انت هتاخدي دي او ممكن تاخديها زي ما احنا بناخدها مظبوطة على الدراع وبتقسميها على الاتنين خلاص. بس مفيش مشكلة ان الخامة فيها يا جماعة ليكرا، فانت ممكن تاخدي المكان بتاع دوران الجيرو زي ما احنا بناخده مظبوط وبتقسميه على الاتنين، الخامة فيها ليكرا فمش هتبقى متعبة بالنسبة لك خالص. بس هنا دوران الوسط بتاعي طبعا، مثلا هنا ايا كان الطول، ادي الطول مثلا الدريس بتاعي، بتاخدي هنا بتقسمي بقى دوران الصدر مظبوط، دوران الوسط مظبوط، طبعا هنا عندك دوران الارداف بتاعها، طول الجنب بتاعها، دوران الارداف مظبوط جدا. وبعد كده بتنزلي يا جماعه هنا بننزل خط مستطيل، لان هو زي الجيب الايه التصق اهو اهو، اعتقد الموضوع سهل جدا. تمام، عايزه تسيبي 2 3 سنتي خياطات ليكي مفيش مشكله، عايزه تسيبي الطول زي ما انت عايزه مفيش مشكله، حاجة كده قص خلاص، بتقصي بس على الخطوط اللي انت عايزاه. عايزه تسيبي هنا مسافات خياطه براحتك، اوكي تمام، سهل جدا يا جماعه مفيش اي حاجه. بس الفكره بقى في خلاص انت عملتي مثلا البيزك، لو انت عايزه القط كامل مفيش مشكله، عايزاه قط داخل شويه بتحردي من عند التعديل اللي هتعمليه، لو انت عايزه عرض الكتف مش ده كله، بتاخدي من هنا بتدخلي من هنا حوالي 2 سنتي بتنزلي بيهم على مفيش، يعني ما بتاخديش حاجه من حرده الجيرو بتاعتك، خلاص بتقصي كده على مفيش خلاص. لو انت عايزاها كامله براحتك بتقفلي عادي، برده بننضف هنا بالبيه مفيش اي مشكله خلاص، وتتني تحت. دي اعتقد الفكره كده وصلت بطريقه سهله جدا، حتى لو انت مبتدئه هتقدري تعملي الطقم دون، طبعا نظرا للظروف برده الدنيا والدنيا بقت غاليه جدا، فانت تقدري تعملي ان شاء الله لبس العيد لبناتك واولادك باذن الله. يا رب كده يكون الفكره عجبتكم، يا ريت ما تنسوش اللايك للفيديو، يا ريت تشيروا الفيديو عشان الناس كلها تستفاد وتقدر تعمل لاولادها. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وسهل وبسيط مع قناه بيبل تعليم الخياطه والتفصيل للسهل الممتنع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.